تحت جمال البنايات الشاهقة في الإمارات العربية المتحدة تزجر أصوات وتخنق أنفاس. قائمة من النشطاء الأكاديميين يقبعون في سجون الدولة التي تزدهر بالتجارة والسياحة لأنهم عبروا عن رأيهم في حساباتهم عبر تويتر أو لأن أفكارهم لا تروق للنظام الحاكم. It's part of our efforts to chip away and to keep human rights in the news and circulating so that people are made aware, so that maybe people will use Twitter to talk about it. Maybe people will talk about 4 years imprisonment of Dr. Mohammed Al-Rukn, the 100 days plus of the imprisonment of Ahmed Mansour, the unfair trial of Nasser bin Ghayth, the economist. في أحد قاعات البرلمان البريطاني كانت هذه الندوة التي عقدت في يوم الاثنين 3 يوليو الحالي سلطت الضوء على أوضاع السجون الإماراتية. أحد عوائل المعتقلين تحدث عن تعذيب نفسي يتعرض له السجناء ومعاملة حاطة بالكرامة اضطرت بعضهم للدخول في إضراب عن الطعام لأكثر من شهر ولحد عرض هذا التقرير. أول شيء هناك هي قضية المعروفة 94 معتقل الآن أكملوا من 2012 الآن بيكملون تقريبا 5 سنوات في هذا المعتقل والانتهاكات جدا مستمرة بشكل يعني شبه أسبوعي من خلال السجون الانفرادية وأحيانا في البدايات كانت التعذيب النفسي والجسدي وتعرضوا لعدة حالات قاسية في هذا السجن. تجاوز السلطات الأمنية في الإمارات لم يعد يقتصر على المواطنين فقد شمل بعض المقيمين بل وحتى بعض التجار الذين لم تنصفهم القوانين التعسفية في الإمارات فاضطروا لطرق أبواب القضاء في بريطانيا. You need to investigate the situation of mistreatment in UAE jails and ensure that people who are charged have access to lawyers. That's a requirement of international human rights law. صوت الضحايا يلاحق الجلاد رغم ما يملكه الأخير من إمكانات مادية وإعلامية وسياسية تعمل على وضع مساحيق التجميل. صرخة أطلقت من أحد قاعات البرلمان البريطاني عسى أن يصل صداها لأحرار العالم لوضع حد لتجاوزات حكام الإمارات العربية المتحدة. هنا بدأ مسلسل آخر من التعذيب والإهانة والضرب، حيث احتجزت بغرفة مظلمة جدا وقذرة جدا لمدة 7 أيام في أحد الأقبية في سجن العين المركزي. تم تقييد رجلاي وقدماي بسلاسل حديدية